قبل دخولك أي مكان، لا تدخل دون استئذان، هذا حرام يا إنسان. من آيات في القرآن قبل دخولك أي مكان، لا تدخل دون استئذان، هذا حرام يا إنسان. من آيات في القرآن ونبي الرحمة علمنا، أوصانا بر يجمعنا، دين الإسلام يوحدنا، فلنحيا ثقة وأمان. ونبي الرحمة علمنا، أوصانا بر يجمعنا، دين الإسلام يوحدنا، فلنحيا ثقة وأمان. الصدق مع النفس فضيلة، حسنات وصفات جميلة، للجنة درب ووسيلة، دين الرحمة يا أخوان، هذا حرام.